إرسال. تخيل إذا حدا عرف، عندك فكرة شو رح يصير؟ يعرف شي عن شو؟ إنه نحن خلينا أهلنا يعلقوا مع بعض وينتفوا بعض، ونحن ولا على بالنا، مبسوطين وآخر رواق وطالعين مشوار. بس اطمني، ما رح يصير أي شي، لأنه نحن لساتنا متزوجين، وبعدين رح يتغير كل شي. تعرف شغلة إرسال؟ فقصة الزواج رح يكون إلى نكهة خاصة هالمرة. والله يا جيا ما بعرف، هالحياة بتضحك كثير. وثقي فيني هبلة، هلأ صرتي بتعرفي كيف تقعدي على الموتور. بغض النظر يا أرسال جامشيد علي، أنا دائما كنت أعرف كيف أقعد على الموتور، بس أنت اللي ما بتعرف تسوق. قولي اللي بدك يا جيا، أصلا كلامك ما بيأثر فيني. تعرف شو؟ يا ريتك كنت هيك من زمان. إذا بتحكي أي كلمة تانية رح أعمل حركة خطيرة وخليكي توقع. لا لا لا، أنت هائل ما بتعملها، بس سوق بسرعة بترجاك، خلينا نوصل لهني. أنا كتير جوعانة ومو مصدقة لحتى آكل. ما بتخافي إذا أسرعت؟